بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو مجموعه من التلاميذ كانوا كيتسائلوا واش ممكن في الامتحان الجهوي يعطيونا تعميل ثلاثيه الحدود او تحديد اشاره ثلاثيه الحدود، يعني اللي هي اكس كاري زائد بي اكس زائد سي، بحال اللي هي حدوديه من الدرجه الثانيه. اكيد طبعا عندكم في الاطار المرجعي، يعني ممكن تحطوا لكم العمليه بسيطه جدا. لا تقلق، كيفاش ندير التعميل ديال هذا حدودية من الدرجة الثانية أو لا ما يسمى بثلاثية الحدود؟ العملية بسيطة جدا، تبعوا معي واحد دقيقة ولا جوج، أعطيكم الخطاطة من بعد عندروا التطبيق ديال كل قاعدة، من بعد خذوا أي تمرين عتجاوبوا عليه إجابة صحيحة إن شاء الله. إذا دابا هنا تعميل ثلاثية الحدود AX كاري زائد BX زائد سي، بحال هذه حدودية هي بي دو إكس، يعني بي دو إكس عندي يعني بولينوم حدودية هي ax او كاري زائد bx زائد c. اذا الله يرضى عليك، هذه باش كنبغي ندير التعميل ديالها اول خطوه كنحسب دلتا، دلتا ديال هذه الحدود، دلتا هو b او كاري ناقص 4ac. اذا شوف الله يرضى، تكون هو a هو المعامل اللي مضروب في x او كاري، تكون هو b هو العدد اللي مضروب في x كناخذو بالاشاره ديالو، تكون هو c هو العدد اللي ما مضروبش في x. اول خطوه كنحدد القيمه ديال ا، وكنحدد بي، وكنحدد سي، وكنجي ندير التعويض هنا. ملي كنحسب دلتا اللي هي بي او كاري ناقص 4 ا سي، عطينا ثلاثه الحالات الله يرضى عليكم. ها انتم، اما يعطينا دلتا سالب، دابا دلتا نحسبوا على القاع عدد، اما على القاع عدد سالب، او على القاع دلتا يساوي صفر، او على القاع دلتا اكبر من صفر. اذا ما تلقاوش شي حاله من غير هاد ثلاثه الحالات. العملية بسيطة الله يرضي عليكم، ملي كيكون دلتا سالب كنقول هذه لا تقبل، ليس لها تعميل، ليس لها تعميل، ليس لها تعميل، يعني مثل هذا بي دو اكس ليس لها تعميل. نكتبها هنا، كانوا سماوها كي دو اكس، غنكتب كي دو اكس، كانت بي دو اكس على حساب الاسم اللي عطاوها غنسمي، انا مثلا نسمي هاد ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي شنو سميناه بي، يعني نقول بي دو اكس ليس لها تعميل. عقل الا لقيتو دلتا سالب ليس لها تعميل، كان دلتا يساوي صفر كيكون هذا هو التعميل ديالها، هذا هو التعميل اللي عندك. هانتوما شوفو مزيان، ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي، هذه راه هي بي دو اكس، كيكون التعميل ديالها يساوي شنو كندير؟ تساوي التعميل ديالها هاد ا كنكتبو هو الاول، وكنفتح القوس وكندير هنا اكس زائد بي على جوج ا اوكا صافي. هذا خصكم تعقلوا، هذا هو التعميل. هنا ا كيكون عندي ها كنعمل به، كنفتح القوس كنوضع اكس، كندير زائد بي مقسوم على جوج ا، كندير كلشي اوكاري غير هذا اللي بين قوسين، هاد ا ما كنديرش ليها اوكاري، غير هادو اللي بين قوسين هما اللي اوكاري، بي و ا كنعوضهم القيم ديالهم كتكون عندكم. اولا هذه راه ممكن في الاصل، هذه راه هي ا، ربما كاين اللي يكون عارفك في حال هكا، هذه هي ا، كيكون التعميل ملي كيكون دلتا يساوي صفر، كنقولوا التعميل ديالها هو ا عامل اكس متى ناقص اكس ان او كاري، وكتكون هو هاد اكس ان، هاد اكس ان كيكون هو الحل ديال هاد المعادله، كيكون هو الحل. دابا الا سولتكم هذه مثلا كانت عندنا معادله وحسبتوا دلتا ولقيتو يساوي صفر وقلت لكم شنو هو الحل، عاد تقولوا لي هو ناقص بي على 2 ا، هذا هو الحل. يعني اكس ان هاي اكس ان هو ناقص بي على 2 ا، مع الناقص غتولي زائد. دونك نتوما اما تعقلوا على هذه او تعقلوا على هذا، ا عامل اكس ناقص اكس ان او كاري، ولكن اكس ان هو الحل ديال المعادله اللي هو ناقص بي على 2 صافي. ملي كيكون دلتا موجب، ملي كيكون دلتا موجب كيكون هذا هو التعميل ديالها، يعني ا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي، كندير تساوي بحال هكا، كندير تساوي كنعمل ب ا. دابا ملي كيكون دلتا موجب شحال كيكون عندي من الحل؟ كيكونوا جوج الحلول، اكس ان اللي هو ناقص بي ناقص جدر دلتا على جوج ا، و اكس دو اللي هو ناقص بي زائد جدر دلتا على جوج ا. تكون هما هادو، هادو هما الحلول، الحلول هادو الحلول ديال هاد المعادلة.
هاد ناقص ب ناقص جذر ضرب على جوج أ، وناقص ب زائد جذر ضرب على جوج أ كيكونوا الحلول ديال هاد المعادلة. هادو منين كيكون دلتا موجب، هادو بالنسبة للحلول. أما بالنسبة للتعميل هو هادو اللي بالخطر، هادو اللي بالخطر التعميل. شنو كنجي كندير أ إكس كار زائد ب إكس زائد سي تساوي أ، كنفتح الأقواس جوج أقواس دائما، كنوضع هنا إكس ناقص هنا إكس ناقص. شنو كنجي كندير هنا؟ هنا كنوضع إكس أن اللي هو الحل الأول، وهنا كنوضع إكس دو. واخا نقلبهم ماشي مشكل، واخا ندير هنا إكس دو وهنا إكس أن ماشي مشكل. دونك عاوني نعاود بعجالة، الله يرضى عليكم، اللي عطاكم ثلاثية الحدود مثلا أ إكس كاري زائد ب إكس زائد سي، قالوا لكم ديروا التعميل ديالها، أول خطوة غادي نحسب دلتا. إلا لقيت دلتا سالب غنقول لهم ليس لها تعميل. إلا لقيت دلتا يساوي صفر، نيشان غنجي ندير أ إكس كاري زائد ب إكس زائد سي تساوي أ عامل إكس زائد ب على جوج أ وكاري. أ و ب عندكم، غندير غير التعويض ديالهم. كان دلتا موجب، مباشرة غنجي ندير أ، غنفتح القوس أو نفتح القوس. عنضع هنا إكس هنا إكس، عندنا ناقص ناقص، هنا إكس أن هنا إكس دو، الحلول صافي هذا هو التعميل. إذا نقلوا الخطط عندكم وابقوا معنا باش ندير لكم تمرين شامل نطبقوا في هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة. الله، ولا تنسونا من صالح الدعاء ومشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء حتى تعم فائدة جميع التلاميذ إن شاء الله. اذا انا وليت عاودت لكم الخطط على الارض عليكم، يعني عاودها بسرعه باش كنعمل ثلاثيه الحدود اللي هي اكس كاري زائد بي زائد سي، كنحسبوا دلتا. كان دلتا سالب ليس لها تعميل، كان دلتا يساوي صفر هذا هو التعميل، كان دلتا موجب هذا هو التعميل. اذا هذا التمرين عطيته لكم فهو يعني غنطبقوا فيه هذه القواعد كامل. من بعد تحط لكم اي ثلاثيه الحدود او اي حدود ديال ممكن ديروا التعميل ديالها. بالنسبه للحدود الاولى عندنا بي دو اكس هي 3 اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 2، غنطبق هذه القاعده. هذه بغينا نديروا التعميل ديالها الله يرضى عليك. اذا اول خطوه شنو كنحسب ملي كنبغي ندير التعميل ديال هذه ثلاثيه الحدود؟ اول خطوه نحسب دلتا. دلتا ماذا يساوي؟ قاعده هي بي او كاري ناقص 4 ا سي. قبل ما نبدا نحسب كنحدد القيمه ديال ا وبي وسي. تكون هو عقلوا عليها الله، أ هو العدد اللي مضروب في إكس أو كاري هو 3، تكون هو بي هو العدد اللي مضروب في إكس بالإشارة ديالو كنا هو ناقص 4، تكون هو سي هو العدد اللي مضروبش في إكس اللي هو 2. كنجي لهنا كندير التعويض، يلا بي هي ناقص 4، فكندير بين قوسين ندير أو كاري ناقص 4 ضارب أ هي 3 والسي هي 2، كندير غير التعويض. يلا ناقص 4 أو كاري شحال هي؟ 16، 4 في 3 8، 8 في 2 عفوا 4 في 3 12، 12 في 2 24. اذا 16 ناقص 24 ناقص 8، اذا دلتا يساوي ناقص 8. دلتا ملي كنحسبوا ناقص 8 واش موجب؟ لا. واش يساوي صفر؟ لا، دلتا سالب. اذا ناقص 8 اصغر من صفر، ومن فان ملي كيكون دلتا صفر شنو كنقول؟ ليس لها تعميل. ومن فان تكون ليس لها تعميل هي ومن بيدو فإن بيدو إكس ليس لها تعميل. واضح؟ تخيل إذا هنا سالينا الأول، واضح الأرض عليك. أول خطوة حسب دلتا لقيته سالب ليس لها تعميل، ندوزو نشوفو الثانية. إذا بالنسبة للثانية الأرض عليكم، هاي كيدو إكس هي إكس أو كاري ناقص جوج إكس زائد واحد. اول خطوه باش نعمل سؤال قال لنا عمل، باش نعمل هذه ثلاثيه الحدود اول خطوه نحسب دلتا. اذا دلتا كنحط القاعده دلتا، هذا كيتسمى المميز، يقدروا يقول لكم حدد المميز. دلتا يساوي ب او كاري ناقص 4 اس. اذا قبل ما نبدا نحسب كنحدد القيمه ديال ا وبي وسي. ا شنو كتساوي؟ ا أ هو المعامل اللي مضروب في إكس أو كاري، العدد اللي مضروب في إكس أو كاري هنا ماشي صفر، هنا راه عندكم واحد، إذا العدد اللي مضروب في إكس أو كاري هو واحد. بي هو العدد اللي مضروب في إكس هو ناقص جوج، والسي هو العدد اللي مضروب لا في إكس لا والو اللي هو واحد. كنجي لهنا كندير التعويض، بي أو كاري، بي هي ناقص 2، ماشي ندير ناقص 2 أو كاري، إلا درت هذه في آلة حاسبة تعطيني ناقص 4، دونك خاصني ندير بين قوسين، ناقص 4 ضارب أ هو واحد. والسي هو واحد، يعني ناقص 2 أو كاري هي 4، استعملوا آلة حاسبة.
ناقص 4 في 1 في 1 هي ناقص 4، 4 ناقص 4 هي صفر، إذا دلتا يساوي صفر. دابا اللي قلنا دلتا يساوي صفر، واش دلتا عندنا موجب؟ ملي كنحسب دلتا تعطيكم إما هذه أو هذه أو هذه، دلتا واش موجب؟ لا، دلتا يساوي صفر؟ نعم، لأن ملي كيكون دلتا يساوي صفر مباشرة كنمشي ندير هذه القاعدة، إذا التعبير اللي هو كيدو إكس، هذه عاوني نعاود نكتبها، كيدو إكس تساوي. إذا هاي غنكتب كيدو إكس اللي هي إكس أو كاري، هاي قدامكم الأرض ناقص جوج إكس زائد واحد غندير تساوي، هاي هاد إكس أو كاري ناقص جوج إكس زائد واحد راه هي أ إكس أو كاري زائد بي إكس زائد سي، هي هادي، باش كنعمل أ، يا شحال عندي أ؟ ها هو أ، شحال عندي؟ واحد، ها أنتم عندي غنعوض أ، عندي هي واحد هاي، عامل، شنو كندير هنا؟ هاي إكس، غنكتب إكس زائد شنو كندير؟ بي على جوج أ، كندير بي على جوج أ، بي شحال عندي؟ هي ناقص جوج، دا هي ناقص جوج على جوج أ، و أ هو واحد، وعندي البوكا، درت غير التعويض، ولكن الزائد مع الناقص، المهم هنا أي عدد كنضربو في واحد كيبقى نفسه، يعني هاد واحد غنحيدو، هاي غنبقى إكس زائد مع الناقص غيولي ناقص، يلا يعني جوج في واحد جوج، غتبقى لي جوج على جوج، أوكا، جوج مقسومة على جوج هي واحد. إذا غتبقى إكس ناقص واحد أو كار، إذا التعميل ديال هادي هو هدا، هادي الأرض ملي كيكون دلتا يساوي صفر كيكون التعميل هو أ عامل إكس زائد بي على جوج أ أو كار، درت غير التعويض، أ عندي هو واحد، إكس بقات كما هي، أ هي جوج في أ اللي هي جوج واحد، بي هو ناقص جوج، صافي أو كار، درت غير التعويض، لا أقل ولا أكثر، إذا نمر إلى ثلاثية الحدود الأخيرة. إذا دابا هذه الثانية تاهي دوزناها، بقات لنا الثالثة. عندي ال تساوي إكس أو كاري زائد 5 إكس ناقص 6 تساوي 7. إذا أول خطوة أنا باش ندير التعميل ديال هذه ثلاثية الحدود، أول خطوة غادي نحسب دلتا. دلتا عندي القاعدة هي بي أو كاري ناقص 4 أسي. دائما باش كاع ما تكلفش، قبل ما نبدا نحسب، كنحدد القيمة ديال أ، أ هو المو أ ب س، أ هو المعامل اللي مضروب في إكس أو كاري. هنا قلنا العدد اللي مضروب في إكس أو كاري بحال عندنا واحد، إذا هي واحد. هاي بي هو العدد اللي مضروب في إكس هو 5، والسي هو العدد اللي ما مضروبش في إكس اللي هو ناقص. هاي إذا عندي غنحسب بي هي 5، غنعوض بي ب 5 ندير أو كاري، ناقص 4 ضارب أ هو واحد والسي هو ناقص. هنا ملي كيكون عندكم عدد موجب بلا ما ندير بين قوسين، إمتى كندير بين قوسين؟ إلا كان هذا العدد بي سالب، يا يعني 5 أو كاري هي 25، ناقص 4 في 1 في ناقص 6 عطانا هي 24، 25 زائد 24 هي 49، 25 زائد 24 هي 49. إذا ملي كيكون دلتا موجب شنو كندير التعميل؟ أ عامل إكس، هاي عفوا، ملي كيكون دلتا موجب دابا لدينا دلتا يساوي 49 كرة مسافة، إذا هاد هاد ال دو إكس، هاي ال دو إكس اللي هي إكس أو كاري زائد 5 إكس ناقص 6، شنو كتساوي؟ هاد إكس أو كاري زائد 5 إكس ناقص 6 راه هي أ إكس أو كاري زائد بي إكس زائد سي، شنو كندير تساوي؟ كندير تساوي أ، ها هي قاعدة، عامل إكس ناقص إكس أن، ها هي عامل إكس ناقص إكس دو، ولكن تكون هما هاد إكس أن و إكس دو، هاد إكس أن و إكس دو هما الحلول، هما الحلول ديال المعادلة بي دو إكس تساوي 7. إذا إكس أن يساوي و إكس دو يساوي، غنحسبوه، إكس أن هو هذا ناقص بي ناقص جدار دلتا على جوج أ، غندير التعويض، يلا كلشي عندي بي هو 5، مع الناقص تولي ناقص 5، ناقص جدار دلتا 49 على جوج في أ هو واحد، كيرو غنحسب ناقص 5 ناقص جدار 49 هي 7. جوج في واحد هي جوج، ناقص 5 ناقص 7 هي ناقص 12، ناقص 12 على جوج هي ناقص 6، إذا إكس أن جانا هو ناقص 6. غادي نحسبو إكس دو هنايا، إكس دو حيت مبقاش ليا مكتبانش ليكم هادي، إكس دو هو ناقص بي زائد جدار دلتا على جوج أ. المهم غير كملاحظة، واخا نكتب هنا إكس دو هنا إكس أن ماشي مشكل، يلا ندير التعويض هنا، بي هي 5 مع ناقص هي ناقص 5 زائد جدار دلتا هي جدر 49،
على جوج هو واحد، درت هنا فقط تعويض، يلا ناقص 5 جي درت 43 هي 7، جوج واحد هي جوج، ناقص 5 زائد 7 هي 7 ناقص 5، 7 ناقص 5 هي جوج، جوج مقسومة على جوج هي واحد، إذا هي عطينا جوج مقسومة على جوج هي واحد، يلا إذا دابا نجي نعوض، عندي تساوي أ، شحال عندي أ؟ واحد، إذا عندي واحد عندي إكس غتبقى كما هي، ناقص هاد إكس أ، شحال لقينا إكس أ؟ هاي إكس أ هي ناقص، إذا هي ناقص عندي العامل إكس ناقص، شحال لقينا إكس دو؟ ها هو إكس دو، شحال لقينا إكس دو؟ واحد، إذا إكس دو نعوضها بالرقم ديال هي واحد. قلنا اي عدد كنضرب واحد تلقى نفسه، يعني هذا الواحد غير نحيدو ما ياثرش ابدا، اذا تبقى اكس ناقص ناقص مع ناقص تولي زائد 6، عامل اكس ناقص 1، اذا التعميل التعميل ديال اكس او كاري زائد 5 اكس ناقص 6 هو هذا، يعني ملي كنقول التعميل كنكتبو على شكل جودة، هذا هو التعميل، انا عطيتكم جميع الحالات، اذا نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم في التعميل ديال ثلاثية الحدود، والفيديو المقبل ان شاء الله تحديد إشارة ثلاثية الحدود. لا تنسوا مصالح الدعاء، ولا تنسوا مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء ديالكم، الله يرضى عليكم باش تعم الفائدة جميع التلاميذ والتلميذات إن شاء الله، وهدفنا تحقيق 20 على 20 إن شاء الله في الجهة. مازال إن شاء الله غادي نخدم معكم مجموعة من التمارين ومجموعة من النماذج لامتحانات الجهوية، فقط دابا كنعالج معكم المشاكل اللي عندكم، التعميل ثلاثية الحدود، إشارة ثلاثية الحدود، متراجعة التأول في حلالة متراجعة الدرجة الثانية، ديال المسائل الهندسية راه عندي، ديال المتتاليات، مسائل نرجعوها على شكل متتالية، عندي، غادي نصححهم معكم إن شاء الله، هذيك الساعة نخدم معكم النماذج من الامتحانات الجهوية، السلام عليكم.